هي رؤيا زادها إيمان بالله. بعض الناس يختارون أقدارهم، والبعض الآخر تختارهم الأقدار لإنقاذ الناس من الكوارث والأخطار. هذا كان إيمان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. أن تصل إلى المنكوبين رغم الصعاب، أن تكون في طليعة من تحمل طائراته العون والدواء، أن تكون الشاهد الأول على المأساة، أن ترسم ابتسامة على وجه طفل محتاج، ذلك يعني أن تكون من رجال الهلال الأحمر الإماراتي. عندما تستدعي الحاجة تجدهم على أهبة الاستعداد، متيقظين جاهزين، لا يعيقهم شيء. لينتشر الهلال الأحمر الإماراتي في جميع أنحاء العالم. أشوف صورة الهلال الأحمر كواجب وطن علي. طبعاً نحن نفتخر بدولتنا وبأن نشوف الهلال متواجد في معظم أماكن العالم. نحن الهيئة دائماً سباقة لمد يد العون المساعدة. عاداتنا وتقاليدنا والموروث اللي احنا ورثناه من أبونا المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ومؤسس هاي الدولة وأبناء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وجميع الحكام. إنها الحرب التي تزهق أرواح الأبرياء، تهجرهم من منازلهم نساء وأطفال وكبار سن، ماؤهم عكر وغذاؤهم شحيح. لم يخطر في بالهم في يوم من الأيام أن الحرب ستطالهم، وأنها ستكون بداية لتشتتهم والافتراق عمن أحبوا، وأنهم سيفترشون الأرض ومجرد خيمة ما تظلل رؤوسهم. يد الخير تتلقفهم، تجمعهم، تقدم لهم ما اعتبرته هدية من شعب معطاء إلى شعب اضطرته الأحداث والظروف إلى ترك كل شيء وراءه وعيش هذه المحنة. الطبيعة لا ترحم، الشتاء والبرد القارس، ولمساعدتهم على تحمل هذه الظروف كانت زيارة وفد الهلال الإماراتي للمخيم. نسأل الله تعالى أن يعين إخواننا النازحين السوريين والأهالي وخصم الذكر الأطفال الذين شتتتهم هذه الظروف الصعبة. يتفقد، يتابع ويشرف على توزيع دفعة أخرى من المواد الإغاثية وأجهزة التدفئة، والتأكد بأن كل منهم قد حصل على ما يعينه على تحمل البرد. ولم يمضي وقت حتى أعطيت التعليمات ببناء مستشفى ميداني، مستشفى بني لكي يلبي كل الاحتياجات الطبية المطلوبة التي تفرضها الأحداث. وكعهده دائما وكما هو متوقع من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فقد قام بزيارة للمستشفى ليطمئن بنفسه على حال اللاجئين. كان الأب والأخ. ثمان حرم برقبتي. الله يطول عمر خليفة. أشتغل بالبيوت وأصرف محمد عليه. ومحمد وإن شاء الله أنكم منقولين. مالي مالي. تنقرينها. هي لمسة دعم ونظرة عطف، دعم ووعد. هذه أمانة الله يقدرنا على حملها ويقدرنا على أن نأديها على أكمل وجه. إن الاقتداء بتعاليم سموه أعطى هؤلاء المتطوعين الدفع ليتفانوا بتقديم الاهتمام والرعاية اللازمة. طبعا الهدف الكبير لهذا المرفق هو العناية بالحياة، رفع المعاناة عن الأخوة السوريين
فهذا هو الهدف الأسمى، توفير العناية الطبية بشكل يومي. أنا عندي ولادات الحمد لله. اسمع، هذا صوت بيبي الآن ولد أو طفل الآن ولد لهؤلاء الأخوة. من هنا تبدأ الحياة. تم الاتفاق على إنشاء المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مريجيب الفهود، مخيم يتمتع بمواصفات عالية الجودة، يحفظ للاجئين كرامتهم ويحافظ على إنسانيتهم. في كل يوم يجتمع متطوعو الهلال، يطلعون على المستجدات، يناقشون ويوزعون المهام. ولأنهم أخوة وأشقاء، اعتنوا بنوعيات الطعام الذي يقدم لهم، متنوع، نظيف، صحي، ويراعي الشروط الغذائية. يوضب، يعلب، يحمل ويوزع لكل وجبته. بالنسبة للمركز الطبي، طبعاً معني بتقديم الرعاية الصحية لجميع الموجودين في المخيم. جميع الموجودين في المخيم حين يراجعون العيادة نقوم بفتح ملف طبي لكل مريض، ويتم إرسالة إلى العيادة المناسبة لحالته. يوجد في المركز عندنا هنا عدة عيادات تخصصية تغطي معظم الحالات. لم يتوانوا بتأمين كل ما يلزم، وخاصة لو كان مسنا وأنهكه الزمن والتشرد ولم يبقى له من يعينه سوى أبناء الهلال. ولأن الأطفال هم النسيج الأضعف في المجتمع، وهم أول من يعاني من الأحداث ويتأثر بها، كانت حاجتهم للتعليم والاندماج مع أبناء وطن جمعتهم معهم مصيبة واحدة. فجاء الهلال الأحمر ليلملم شملهم، يلعبون معهم، يفرحون لرؤيتهم، يشاطرونهم أنشطتهم، يلعبون، يحاولون صرف أفكارهم عن مأساتهم، يرفع من معنوياتهم، يواسيهم، يهتم لأمرهم ويسأل عن حالهم ويقدم لهم من الدعم النفسي ما يخفف عنهم. يحظون برعاية واهتمام خاص، ومثل ما تشوفون هنا هم صاروا عيالنا وأخواننا الصغار، وليسوا فقط كلاجئين عندنا. فلسطين. ما زال الشعب الفلسطيني يعاني الكثير نتيجة الأحداث التي مر ويمر بها. امتدت يد الهلال لتخفيف المعاناة، وتم تنظيم حملة أغيثوهم. تضامن الشعب مع هذه الحملة بتقديم المساعدة، وكان الهلال دائما هناك ليرسل شاحنات الإغاثة، وتم بناء المدن لإيوائهم والمراكز الصحية والمستشفيات المجهزة بكامل المعدات. اليمن. لم ينس الهلال الأحمر اليمن الحبيب، وقف معه في أزمته، كان سنده في محنته. فنظم حملات دعم لاقت تضامنا كبير من كافة فئات الشعب، فكان لهم النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية، الطبية، الإعمار والمدن. السودان. فيضان وشح في الموارد والغذاء، هذا كان حال السودان. الهلال الأحمر كان فيضانا بالخير ونبع حياة، لم يتوانى عن تقديم العون بكل أشكاله، مما أعاد الأمل لأهل هذه المناطق.
أفغانستان كان زلزالاً دمر مدناً في أفغانستان، فلم يتوانى الهلال عن إرسال قوافل الخير لإعانة أهله على تخطي هذه المحنة. مدغشقر كان فيضاناً غطى قسماً من مدغشقر، وحيث وجدت الحاجة للمساعدة تجد الهلال الأحمر مساعدات غذائية وطبية وبناء مستشفيات أعادة الحياة والبسمة لوجوه أهل مدغشقر. البوسنة لم ولن ينسى العالم ما حصل في حرب البوسنة. أطفال وكبار سن شردوا، بيوت أحرقت ومدن هدمت، قصص يرويها أصحابها. بيجال سمناتش из Рогатице сам прешла у Тарчин пешке 10 дана 10 ночи. Ja kažem, dragi Bože, ako će da me ubiju, nek me ubiju na mrtvo, samo da se ne patnim, jer je dijete u meni 8 mjeseci. Samo su meci oko mene, pju, u zemlju. Ni jedan me nije dotakao. Znači, 92. rat izbio i poremetio je znači sve naše planove, jel, u budućnost, šta dalje, kako dalje. Imala sam 21 nepunu godinu. Bila sam zarobljena mjesec i pol dana u srednjoškolskom centru Veljko Vlahović Rogatica. Razmijenjena sam nakon mjesec i pol dana. Tek 90 i neke, niko nije znao ni za koga, da li smo živi, šta se dešava. Muž mi, poslije njegove smrti, ostalo mi je petero djeci. Da nam nije crveno polumjeseca. Pa dragi Allah, nagradi ove ljude. Pa nagradio ove ljude, moja djeca i gladna i žedna bila i školu mi prve ne bi se završili. Jer da nam nije ti ljudi, naša djeca bi bila gladna u Bosni. Od samog početka kako postoji Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata, puno nam pomaže, puno nam znači. Vjerovatno ne bi to bilo što jeste da nije njih. Zadovoljna sam da ne bi znala šta da radim da nije polumjesec. في حرب كوسوفو عائلات بأكملها شردت، صارت تبحث عن مأوى. كان من المفترض أن يبنى مخيم الأيادي البيضاء في كوسوفو ليتسع لألفي لاجئ، ولكن لعلمه بحجم المأساة جاءت أوامر المغفور له الشيخ زايد بزيادة الاستيعاب لعشرة آلاف لاجئ، فكان تحديا كبيرا. وبسواعد أبناء الإمارات ووضع كل الإمكانات تضافرت الجهود وتم بناؤه بخلال 10 أيام. المخيم كان ينظر للجميع نظرة إعجاب وبهاء. أنا أذكر الناس كانت من المخيمات الثانية كانت تطلع من مخيماتها وتوقف طابور في قائمة الانتظار لتدخل مخيم الإمارات لما يسمعون من الأشياء التي تقدم فيه. كان هذا المخيم هو الملجأ الإنساني الذي لجأ إليه الفارون من الحرب والقهر والدمار. كان كخلية نحل، كان ملاذاً للهاربين من جحيم الحرب. به اجتمعوا مع من عنهم تفرقوا، وبسواعد أبناء الإمارات أنقذوا. أعطاهم بعض الأمل. كان متطوعو الهلال يقدمون كل المساعدات والاهتمامات بكل صغير وكبير، وأهم ما فيه كان المستشفى الميداني الذي يقدم العلاج لمن احتاج.
يعتني، يعالج بكل حب واهتمام. خدمات جليلة بالفعل، وأفضل ما قدم أيضا يعني الدعم الذي قدم في هذا المخيم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كان له أثر كبير جدا في نفوس المنظمين وفي نفوس اللاجئين وفي نفوس الشعب الإماراتي بالزيارة هذه، كان لها دعم وأثر نفسي كبير، رفع معنويات الشعب البوسني، رفع معنويات المنظمين والمتطوعين الموجودين هناك لما أبداه سموه من اهتمام. وهل هناك أجمل من أن تكون ملجأ الأمان وسببا في رسم ابتسامة على وجه باكستان؟ كان فيضانا غطى مساحات من أرض باكستان، وكانت حملة من حملات الهلال الأحمر أقل ما يمكن أن يقال عنها واحدة من أكبر الحملات. تضافرت فيها جهود القوات المسلحة مع هيئة الهلال لإنقاذ شعب وأرض. هايتي. لم يكن موقع هايتي البعيد ليمنع الهلال الأحمر من أن يمد جسور الخير إليها، فقد كان من أوائل المنظمات التي وصلت إليها عندما تعرضت لزلزال مدمر، مما ترك في قلب أبناء هايتي أطيب الأثر عن أبناء شعب الإمارات. الصومال هي ليست نقطة ماء، هي نقطة حياة قدمها الهلال الأحمر لأهل الصومال. كأن لم يكفهم ما عانوه من حرب مزقتهم، بل كان عليهم أن يعانوا من أكبر الكوارث التي أصابت القرن الإفريقي. وكما هو متوقع كان الهلال الأحمر الإماراتي هناك. الفلبين في أقصى شرق الكرة الأرضية، كانت إحدى جزر الفلبين تتدمر بفعل زلزال قوي، وكان الهلال يساعد ويساند مقدما مؤنا طبية وغذائية دون أي تمييز. أندونيسيا كارثة لم تشهد المنطقة مثلها، موجة تسونامي هائلة ضربتها، مدن وقرى غرقت بالكامل. وكعادته كان الهلال الأحمر هناك، حكاية تروى بلسان متطوعي الهلال. حرك الوفد ولما وصلنا إلى جاكرتا على أساس ننزل لموقع الحدث أو أقرب مطار لموقع الحدث، كانت هناك زحمة كثيرة بالطائرات، فنحن اضطرينا أن ننزل في ماليزيا على أساس أن نوصل للمنطقة هذه. نحن طبعا بعد ما نزلنا أكيد استخدمنا الطرق البديلة والوعرة للوصول للمناطق هاي، طبعا في ظل أن الطرق الأساسية كانت متكسرة وخربانة ومتعرضة للأضرار. وعانوا مما عانوا من مصاعب الطريق، تعرضنا لقطع طرق في المكان لجهلهم، شو دورنا ومنو اللي في السيارات هذه، يعني يريدوا يسلبوا منا القافلة بأي طريقة، لكن الحمد لله بعد ما تفهموا ان شو طبيعة عملنا وان احنا قاعدين نقدم مساعدات للأهالي وانهم هم نفسهم يعني بيكونوا مستفيدين من هذه المساعدات، الحمد لله يعني مشينا ووصلنا للمكان وقمنا بتقديم المساعدات وأدينا واجبنا. ومرة أخرى كان زلزالا مدمرا ضرب مدينة سومطرة، استدعوا بشكل طارئ إنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين. طبعاً كان الهدف من إنشاء هذا المستشفى هو تقديم المساعدة للفئات المتضررة من الزلزال، بالإضافة أن هذا المستشفى قام حملات تطعيم لتفادي انتشار بعض الأوبئة جراء هذا الزلزال. كنت من الناس اللي نحن نفرق المساعدات، فتفاجأت بامرأة حامل
وسمعت عن المستشفى الميداني الإماراتي وتقديم الخدمات وكذا. والمسافة اللي كانت قطعتها يعني بعد ما عرفنا منهم كانت المسافة ما بين يعني 200 إلى 250 كيلو، بس هم أكدوا لنا أنها 250 كيلو بالدراجة. جت عندنا في المستشفى وتم الحمد لله بسلام يعني أو انجبت مولود. أثناء وصولنا للمنطقة قبل ما نوصل إلى المركز التوزيع المحدد من قبل السلطات هنا، تفاجأنا بأحد الأشخاص يعني أشر بإيده مثل الواحد اللي يريد أن ننقذ حاجة أو نسوي هذا. لما وصلنا اتضح أنه طفل تحت الإنقاذ وساعدناهم في هذا الموقف وأنقذنا الطفل والحمد لله. أجرينا له الفحوصات اللازمة، معانا في طبعا الطبيب الموجود عندي، أجرينا الفحوصات اللازمة في الميدان الحمد لله تبين أنه سليم، لكن بزيادة للاحتياط حملناه بأحد السيارات المرافقة لنا ورجعنا إلى المستشفى الميداني وعملنا له الفحوصات اللازمة بالأشعة بالكل اللي موجود عندنا، والحمد لله تبين مجرد خدوش خارجية ما كانت في كسور والحمد لله. إن العطاء لا يقتصر دائما على تقديم الغذاء أو الدواء. في ذكرى المرحوم صالح الجابري الذي توفي من جراء إصابته بحمى أصيب بها أثناء أداء واحدة من رحلات العطاء، ولأن الحياة تستمر، من استعان بالله ليزرع الأمل سيفرح دوما برؤية وجوه عادت لها البسمة، سيفخر دوما بأنه كان وسيبقى من أبناء الهلال الأحمر الإماراتي. الهلال الأحمر بلسانهم. Red Crescent is a key organization. الهلال الأحمر منظمة دولية خيرية مهمة جدا سواء في باكستان أو أفغانستان والمناطق المتضررة في العالم، وهي شريك فعال لمؤسستنا. والهلال الأحمر الإماراتي داعم كبير لنا، وأعتقد أنه استثمار خيري ناجح للمحتاجين، وأنا أعول كثيرا عليه وعلى المنظمات الخيرية المشابهة في إنجاح المبادرات التي تهم المحتاجين حول العالم. Focus on the partners that deliver, and they're one of them.